Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. اليوم حبيت نبارطاجي معكم كيكة التفاح. Seulement زوج حبات بيض وحبة تفاح. Alors, بسم الله نبداو في الوصفة. واش نحتاجو؟ زوج حبات بيض، 100 غرام سكر. نخلط هاد المكونات جيدا. بعد ما طلع الخليط تاعي جيدا اضيف 130 غرام تاع حليب. نعاود نخلط. اضيف ملعقة شاي فانيليا ونخلط. عندي هنا 80 غرام مارغرين ذائبة، نضيفها تدريجيا ونخلط. فوالا نكمل. نزيد الفرينه 160 غرام فرينه و15 غرام تاع خميره كيميائيه. نضيف غير بالعقل. فوالا نخلط الخليط تاعي غير بالعقل. فوالا الخليط تاعنا. حاجة برك يا البنات، 180 فرينة وليس 160 غرام، غلط. 180 غرام تاع فرينة. فوالا الوغ انا واش ندير؟ نغطي عليه، نخليه يرتاح في الثلاجة لمدة ساعة ونروحو للخطوة الموالية. اذا الخطوة الثانية، نحكم حبة تفاح. ندير هنايا قد مغرف مكياغا كافي تاع مارغرين، نذوبها. نقشر حبة تفاح تاعي، نخلطها مع المارغرين، نقوي شويه للنار ونخليها تطيب شويه على بهذه الطريقه. نزيد ملعقه اكل سكر. هلو نخليهم يطيبوا 5 دقائق قد ما يدو ذيك التحميره ونطفي عليهم بهذه الطريقه. نقص للغاز بيان سور. هلو بعد ما جازت 5 دقائق ندير لها كيلكو غوت دو سيترون، قطرات هذا بهذه الطريقه. هذا لو ريزولتا اللي تحصلنا عليه. انا نطفي عليها دروك. فوالا لو مول لي غادي نستعملو، مول 20 سنتيمتر. متستعمليش مول كبير باش تجي الكيكة تاعك مرتفعة. درتلو شوية مارغرين وشوية فرينة وحطيتو في الثلاجة. ألوغ بعد ما جازت ساعة على الخليط تاعنا، هلا هاوليك، نوزعو نخلطو دابور بهذه الطريقة. هلا نحطه في المول. انا نشعل الفرن تاعي بيان سور، راني شعلت له قد قبل بنص ساعه حوالي. الوغ نحكم شرائح التفاح اللي طيبتهم من قبيل بهذه الطريقه. نحاول انني نستفهم هكا، نقيسهم عشوائيا هذا بهذه الطريقة. صدقوني كيكة بنينة بنينة وخفيفة هايلة. واش نقولكم، جربوها والله ما تندموا عليها. هذا بهذه الطريقة. أنا نحطها الطيب لمدة ربع ساعة وعشرين دقيقة. بطبيعة الحال انت طيبيها على حسب الفرن تاعك وعلى حسب كيما مورفة طيب المسكوتة تاعك. الوغ نوليكم بعدين. اتو تالوغ. اي فوالا بعد ما جازت عليه 30 دقيقة، ها هو طاب لو كاتو تاعنا. واش نديرلو؟ مادام راهو سخون غادي نمسح عليه بأون كويغا سوب تاع اون كونفيتور دابريكو. فوالا
بهذه الطريقه، حاجه خفيفه ماشي بزاف، ما تكثريش. هذا بهذه الطريقه مادام راهو سخين سخون. الوغ واش نقول لكم، بون ابيتي تو الموند.